ومبايعة حاكما من عمان وهو الإمام الرضي الجلندة بن مسعود، وهو من بني معول بن شمس المعولي، فهو من أبناء ملوك عمان. فتمت مبايعته، والجلندة بن مسعود كان من ضمن المشاركين في إمام الطالب الحق، وكان قائدا من قادة طالب الحق. فجاء إلى عمان، طبعا قيل عمان بأن في تلك الفترة كان يسيطر عليها الصفرية، ما الصفرية اللي هي ذيك الصفرية، وإنما هي فئة من الخوارج تسمى الصفرية، كانوا يسيطرون على عمان. فجاء الإمام الجلندة، وقيل بأن زعيمهم ويسمى شيبان اليشكري زعيم الصفرية كان في عمان، ولكن عمان وجدها بأنها ليست بلاد يعني خيرات وعز كحال الشام مثلا، فخرج إلى الشام في نهاية الدولة الأموية، قال لعلي أجد موطئ قدم. الدولة الأموية في نهاية تقهقرها وضعفها وانحسارها، فخرج شيبان اليشكري من عمان، وعندما جاء الجلندة بن مسعود بايعه العلماء وأعلنوا البيعة، وتمت مبايعة الإمام الجلندة بن مسعود كأول إمام في عمان. وطبعا ساعد ذلكم الوجود العماني الكبير من العلماء والمشائخ الذين جاءوا من البصرة ونزلوا في عمان، في مقدمتهم الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي طبعا، الذي جاء إلى عمان بعد أن خرج من البصرة، وكذلك أيضا الكثير من العلماء. فتمت مبايعة الإمام الجلندة، وحكم عمان بأكملها تحت سلطته، وصار بالناس سيرة حسنة. ومن يريد أن يعرف تلك السيرة الحسنة العطرة فليرجع إلى سيرة المنير أو منير بن النير إلى الإمام غسان، يصف فيها حال الإمام الجلندة بن مسعود، ليكون الإمام غسان ومن معه على نهجه. فيصف أولئك الشراه الذين باعوا أنفسهم لله، وكيف كان مهتم بالتفاصيل الحياة، يعني حتى كان مثلا يمنع المرأة من الخروج في الطرقات في وقت اشتداد الريح في وقت المطر، ويمنع أيضا الرجال من إطالة شعورهم والتشبه بالديانات الأخرى من اليهود وغيرهم، وغيرها من السياسات الداخلية التي وصفها منير بن نير لهذه الإمامة الفتية. استمرت هذه الإمامة للأسف فترة قصيرة جدا، ففي عام 134 يعني بعد سنتين إذا بشيبان الأشكري يرجع، الذي هرب من عمان طبعا بدل عن يحصل الأرض جاء من هناك شارد وخلفه جيش، إذ أن العباسيين عندما سيطروا على الدولة بعد سقوط الدولة الأموية، شيبان حاول أن يقتنص فرصة ويسيطر على العراق، فخرج إليه جيش بقيادة خازم بن خزيمة لمحاربة شيبان، فتتبع شيبان في العراق، فهرب شيبان إلى البحرين، فتتبعه إلى البحرين، فهرب من البحرين وجاء إلى عمان. شيبان هذا بالمذهب الصفري، طبعا المذهب الصفري هذا هو المذهب الذي يؤمن أو يجيز قتل المخالف، يرى بجواز قتل المخالف، ولذلك طبعا كان في يوم من الأيام الإباضية والصفرية والأزارقة والنجدات كانوا فئة واحدة، خرجت هذه الفئات عندما تبنت فكرة التقتيل أو القتل أو التكفير، فأبى الإباضية أن يتبنوا هذا الفكر. فعندما جاء شيبان إلى عمان قال له مرحبا، لكن بشرط أن تتخلى عن هذه المبادئ. فرفض شيبان التخلي عن مبادئه، ورغب في السيطرة على عمان وأن يكون هو الحاكم، فما كان من الإمام الجلندة إلا محاربته. فدخل شيبان اليشكري أو الإمام الجلندة في معركة مع شيبان اليشكري، شيبان بن عبد العزيز اليشكري هذا، وانتهت المعركة بهزيمة شيبان وانتصار الإمام الجلندة. طبعا خازم بن خزيمة جاء يتتبع شيبان، لما رأى المعركة جلس قال انتظر حتى أرى النتيجة، فإن قتل شيبان فقد أنجزت المهمة، وإن لم يقتل فسيصبح ضعيفا، فحينها أستطيع أن انقض عليه. وفعلا خزيمة ترك القوم حتى ينتهوا معركتهم، وعندما رأى انتصار القوم فرح، فقد قتل شيبان.
وحينها أرسل رسالة إلى الإمام الجلندب بن مسعود يطلب منه أن يعطيه دليلا على قتل شيبان. هنا نقطة أيضا مهمة، ونحن نتحدث الآن عن القرن الثاني الهجري، يعني قبل 1300 سنة، على أساس أن نرى القواعد التي سار عليها العمانيين والذي ما زال يسيرون عليها. عندما جاءت رسالة شيبان يطلب فيها خاتم وسيف شيبان اليشكري ليكون دليلا على قتله، ماذا فعل الإمام الجلندة؟ إذ به يستشير علماء زمانه، وكان من بينهم هلال بن عطية وخلف بن زياد البحراني ذكرناه سابقا، وشبيب بن عطية، هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا في عهد الإمام الجلندة بن مسعود. فاستشارهم في ذلك فقالوا، انظروا كيف ماذا قالوا، قالوا هذه الأموال يجب أن ترجع إلى ورثة شيبان، لأنهم لا يؤمنون بأخذ الأموال من المسلمين، كما لا يؤمنون بالإجهاز على الجريح، ولا يؤمنون بتتبع المجبر، ولا يؤمنون بقتل الأسير. هذا النهج الذي سار عليه العمانيون في تاريخهم، بما أنه مسلم فإن كل ذلك يحرم عليهم، فأبوا التسليم. فما كان من خازم إلا أن طلب أن تقام معركة، أو أن يدخل، أو أن يستسلم الإمام الجلندة بن مسعود وأن يخضع للدولة العباسية. يعني طلب من الجلندة بن مسعود إذا لم يرضى بهذا التسليم، بتسليم هذه الأشياء، أن يدعو للخليفة ويكون تحت لواء الخليفة، يعني يدعو للخليفة في صلاة الجمعة وأن تصبح عمان تابعة للخليفة الذي يسمى خليفة العباسي. فأبى الإمام الجلندة، فوقعت معركة ما بين الطرفين، ما بين خازم بن خزيمة ما بين الإمام الجلندة، استمرت فترة من الزمن، انتهت بمقتل الإمام الجلندة. فقتل الإمام الجلندة في عام 134 للهجرة، وانتهت إمامة الإمام الجلندة بن مسعود بعد هذه المعركة. وطبعا سيطر بنو العباس على عمان، وأصبحت عمان تابعة للدولة العباسية. هذه الإمامة صحيح أننا مررنا عليها مرور سريع، ولكنها كانت نموذج رائع سار عليه العمانيين الذين جاءوا من بعده، فأصبح الإمام الجلندة بن مسعود نموذج رائع للقيادة الإسلامية التي سارت على نهج الخلفاء الراشدين، سواء في الاختيار أو في العدل. أذكر قصة واحدة فقط في شخصية الإمام الجلندة بن مسعود، منها قيل أن أبناء عمومة الإمام الجلندة بن مسعود ويسمى معا وزائدة ابني الجلندة، راسل الدولة العباسية، أي بمعنى خان عمان وراسلوا الدولة العباسية من أجل السيطرة على عمان، والخيانة معروف أن عقوبتها القتل، خيانة الوطن عقوبة القتل، ولا عقوبة أفضل لهذا الخائن. فقرر العلماء أن يقتل معا وأخيه زائدة، لأنه ما أراد أن يجلب أعداء عمان إلى عمان. وعندما نفذ هذا الحكم أمام مرأة ومسمع من الإمام الجلندة، إذ بقطرات من الدموع تتقاطر من عين الإمام الجلندة، فرآه العلماء وقال له: أعصبية يا جلندة؟ يعني تبكي لأنهم أبناء عمومتك؟ فقال: لا، ولكنها الرحمة. فقال له: اعتزل أمرنا، خلاص اذهب، فأنت ليس إمام. قط بس دمعت عيونه. فقال لهم: لكم إمامتكم. فاعتزل، ولكن عندما رأوا هذا الموقف منه تراجعوا عن عزلهم له وبايعوه مرة أخرى، وفي رواية بأنهم أرجعوه للإمام بدون بايعة. فهذه من ضمن القصص التي تذكر عن الإمام الجلندة، والقصة الثانية هي قصة عدم تسليمه لخاتم وسيف، ما شاء الله، وسيف الإمام الجلندة.